السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الارقام تنتظر فلاديمير، خاصة يعني وين حقق ارقام كبيرة مع النادي السويسري. وشاهدنا نهار اللي جا شاهدنا ذاك مسيلمة الكذاب يعني مع واحد في اللايف، قال له تعرف لونترينير هذا وين كان؟ قال له كان في فرنسا. قال له لا مقبل، لا قال له انا نحوس عليه اخر كان ايام. قال له قول لي غير وين كان المنتخب اللي كان فيه، ما عرفش. قال له مازال ما تعمقتش فيه مليح، ما يعرفش ارقام يعني يا هكا. قالوا له قول بلي مونا بوردو دراهم منا ودخل. جابوا اكبر سراق تاع دراهم بالخب، داروا سراق، داروا ناكيرا، داروا من داروا من داروا مشي مدرب، داروا من داروا من مشي على بالو بالارقام، ما يعرفوش ارقام ساكن يعني وين يخلعوك. هذوك دوك الناس اللي يقول لك بلي على المدرب بلي ناكيرا مدرب، ناكيرا مدرب صغير، بالك ما تبعوش البالون يعني بالك صاحبي تبعوش. واحد كان يخسر الكلاب، واحد يخون الصبابين، واحد يعني يصنع البوراك. وهذيك ملي كانت تطلب وحده ملي وهذو اللي هنا يحوسوا هذيك الدراهم وكتعوا فيه وصاي، بصح هو ما يسمعش، هو يعرف الميدان، هو الرد بالكف في الميدان. يعني قال لك تقطع لي كانوا يقطعوا فيه في ليبيريا يتبعوا الموجة، صابوا الشعب يقول لك اه والله خطة منا، خرجوا هما برواحهم. قال لك خطة، قال لك خطة. أنايا نطاكي الناس هذوك اللي يعطون فكرة خبيثة في القنوات الجزائرية، وما هذوك يعني كي يدير هكا الصباح يقرا ولا في الليل قاعدوا يقارعوا الشعب، ردة الفعل تاع الشعب باش تعقلوا عليهم، ما خرجوش في فم هدروا على المباراة، قاعدوا يقارعوا ردة الفعل تاع الشعب. تال الليل خرجوا كماصو مدرب بيان، مدرب عجبنا، مدرب يا ودي هاو نتوما من الفيبري وانتوما جايبينها مدرب مدرب، هاو ليهم مالكم، هاو في جوان تعايروا فيها، يا ودي قبل ترى بوس تقولوا تعايروا فيها، وين بالك يعني ما يتبعوش البولا، ولا بالك بداو يتفرجوا كرة القدم من 2019 ممكن يعني. ولكن مدرب يا أخي درب منتخب سويسي، لعب معه زوج كؤوس عالم مؤخرا في كأس العالم الأخيرة في قطر، ربح البرازيل في الدور المجموعات في كأس أمم أوروبا، ربح فرنسا بهم بمبابي وطلع للربع النهائي وخسر مع إسبانيا بضربات الجزاء بصعوبة كبيرة. كان يلعب الند للند مع كبار المنتخبات الأوروبية، درب لازيو فاز معهم بكأس إيطاليا. هنايا وين معطاوي قال لهم مين فاز بكاس ايطاليا؟ قال لهم طليان في ذاك الوقت ما كان والو، قال لهم قطر كانت خير منها على بالنا. يعني وين واحتل المرتبه محترمه مع مدربين العالم، واش يكون في التاكتيك معروف في الشوط الثاني قادر يقلب كل شيء. ومن بعد يجي واحد يقول لك عليه ناكيرا، يا اخوي قول ما نعرفش وابحث في سيرته وشوف بالصح، ما تعايرش واحد وانت ما تعرفوش. اعطوني مدرب جا في تاريخ كرة القدم الجزائرية عنده سيرة ذاتية كيما هذه، نتحداكم سبحان الله. شوفوا باش نكونوا منصفين، بالماضي هو المدرب لمحلي، مشي محلي مدرب يعني ما مشي محلي نقولوا احنا، يعني لو كان عمراني ولا حجار ولا مدرب بوعلم الشارب ولا هذا محلي مدرب يعني وين مر المنتخب وجاب وربحوا كاس افريقيا مع مجموعه تاع لعابه كانوا ديزون هذاك هو قطف الثمار في ذاك الوقت. جا هو يعني لو كان ماجر بلع فمه وما طرش مولحي في غولي كان ماجر كان غادي يدي كوب دافريك، اقسم لكم بالله. أعطوني مدرب جاء في تاريخ كرة القدم الجزائرية عنده سيرة ذاتية كما هذه، هذه نتحداكم كاع. شوف باش نكونوا منصفين، مدرب جاء ما بالماضي كما نجح كما خسر كرسنا كاسات، مدرب هو الأفضل مدرب أجنبي من ناحية السيرة الذاتية، كان يدرب في أوروبا والمستوى العالي مع منتخبات جنود تاع البالون. وحبيبنا يقول لك هذا ماشي مدرب، إذ أنت تشوف باللي مشي مدرب اللي درب في الدوري القطري افضل من مدرب درب في اوروبا
هذه حاجتك يعني ما عندنا ما عندي ما نزيد نقول لك خويا، هذه حاجتكم هذه هي. حنايا وجهنا وين يستاهل المنتخب الوطني بقيادة المدرب البوسني فلاديمير مشوار يعني تصفيات كأس أمم إفريقيا الجولة الثالثة والرابعة أمام طوغو. منتخب جزائري سيخوض تصفيات في مجموعة وين يأخذ التصفيات في المجموعة الخامسة بأوروبا غينيا التي فزنا عليها بهدفين لصفر، ليبيريا بثلاثة لصفر، وغادي تكون السينما والتكتيك يعني العالمي في أمام طوغو في عنابة. ويسعى المنتخب الخوض لحسم التأهل مبكرا يعني مبكرا للمغرب 2025 وعدم انتظار الى سيناريوهات الجولات الاخيره، حيث سيدخل المدرب المخضرم غيمار المنافسه يعني في ادغال افريقيا لثاني مره في مسيرته بعد مشاركته في ثالث مره بعد مشاركته في جوان في تصفيه مونديال امام غينيا وغدا، بينما لم يشهد مشواري سوى منافسة أوروبية قبل قدومي للتدريب الجزائري في شهر مارس الماضي. المدرب لديه إحصائيات مميزة في التصفيات، وإن يحظى المدرب بإحصائيات مميزة للغاية في مسيرته التاريخية مع المنتخب السويسري بين عام 2014 وعام 2021، وهي أنه نجح في التأهل إلى البطولة القارية والعالمية ولم يخفق مطلقا في مشوار تصفيات طيلة 8 سنوات. خاض المدرب 5 تصفيات مختلفة مع المنتخب السويسري بواقع 3 مرات في تصفيات كأس أوروبا وتصفيات كأس العالم مرتين. وفي مناسبات الخمسة نجح المدرب القدير في التأهل، حيث احتل الصدارة مرتين والوصافة 3 مرات في جدول وين غادي نتكلموا على الجدول في تصفيات 5 التي خاضها مع سويسرا، وهي احصائيات تحمل بشرى للجماهير الجزائريه المتعطشه للتاهل لكاس العالم بعد اخفاق في نسختين 2018 و2022 يعني بمهزله كبيره. نتكلموا ماذا قدم المدرب في تصفيات مع سويسرا. تصفيات موقف يعني مواقف مركز يعني وين التوقيت والمراكز. تصفيات كأس أمم أوروبا 2016 تأهل وصيف مرتبة ثانية كأس أمم أوروبا. تصفيات كأس العالم 2018 تأهل وصيف مرتبة ثانية. تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 تأهل متصدر. تصفيات كأس العالم 2022 تأهل متصدر. أكتوبي دادا تشوف تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 تأهل وصيف كأس أمم أوروبا، ويستضيف المنتخب الجزائري نظيره طوغو يوم الخميس 10 أكتوبر في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كان 2025 بملعب عنابة قبل أن يحل ضيف عليه يوم 14 من نفس الشهر لحساب الجولة الرابعة. منتخب الجزائر أيضا لديه مباريات ساخنة في تصفيات كأس العالم، حيث يحتل منتخب الخوض صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط بعد مرور 4 جولات، يليه موزمبيق في الوصافة بنفس النقاط لكن بفرق الأهداف. تتوقف يعني تصفيات كأس العالم مؤقتا لحين انتهاء من تصفيات كأس إفريقيا على أن يعود المنتخب الجزائري بقيادة فلاديمير للعب مباريات الجولة الخامسة من الملعب بورتسوانا يوم في ملعب بورتسوانا يوم 19 مارس عام 2025 المقبل. فما كتبان نلبو هنايا ولا مارس غادي نلبو دو ماتش وهولا يجو ماني عارف ماني عارف لا روح ولا هولا يجو ولا عمورة راهي دق دق.
نقولك ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.